عدد جديد من برنامجكم الاجتماعي من واقعنا، مرحبا. مرض صامت قاهر يداهم الكثيرين من الناس ليحرمهم من الإحساس بالمكان والزمان ويحدث خللا فظيعا في الذاكرة. إنه الزهايمر الذي يفتك بالإنسان فيجرده من إدراكه وتوازنه ويمتد إلى الذين يعتنون به ليعيشوا مسارا متعبا ويبذلوا جهودا شاقة في الاهتمام بالمريض، تقول سعاد إليمي في هذا الموضوع. تائهين، ناسين من هم، لا يتذكرون سوى ما تفرج عنه ذاكرة فقدت أغلب ما فيها من ذكريات. إنهم مرضى الزهايمر، ذلك المرض الصامت الذي يصيب أعز الناس فيصبح ناسيك وناسيا كل الذكريات التي تجمعه مع عائلته بعدما كان أبا أو أما أو زوجا أو رفيقا. المرض الغامض هذا يغزو ويتلف دماغ الإنسان تدريجيا ويتطور نتيجة ضمور في خلايا المخ السليمة، مما يؤدي إلى تدهور الذاكرة والوظائف الذهنية المهمة. La maladie d'Alzheimer c'est une maladie neurodégénérative، يعني هو مرض عصبي مزمن يصيب الدماغ ويؤدي إلى موت الخلايا العصبية في الدماغ. يبدأ عادة بنسيان أحداث قريبة، بس كنا نقول زيفان موريسونت اللي عندها يوم يومين ثلاثة، وبعدها يبدأ يتطور هذا المرض ويصل إلى صعوبة في اللغة أو صعوبة في إيجاد الكلمات أو تسمية الأشياء، تقلبات في المزاج. يهضر هضرة يعاودها، تقولي له حاجة يعاود يسقسيك عليها، هكذا بدا. فوالا سي لي ديبي. واش من الفصل رانا فيه؟ واش من الفصل رانا فيه؟ فاش رانا في الصيف، في الربيع، في الخريف، في الشتاء، فاش رانا؟ الأشياء اللي كان يرغب دائما يزول فيها ويضرب الأشياء، الحاجة اللي حطها ينسى وينحطها. المرض هذا اكتشفه الطبيب النفسي الألماني ألويس زايمر عام 1907، فسمي باسمه لكن دون أن يتمكن من تحديد أسبابه وعلاجه. وقد تبدأ حسب الباحثين ملاحظة أعراضه من سن 60 إلى 70 عاما، وتتضاعف فرصة الإصابة به مع تقدم العمر. لازم نفهمه باللي لازم يكون كما نقول احنا تشخيص مبكر للشخص، ونقدروا يعني نتفاداو المراحل المتقدمة إذا وقفنا مع الأب أو الأم تاعنا في المرحلة الأولى. واش يجي لهنايا؟ يولي الشخص هنا عنده عدم القدرة على التعامل مع الزمان والمكان. فلاش واش يجي قبلها الساعة؟ شحال واش يجي؟ كذلك يولي يسمع أصوات، يقدر يشوف أشخاص، يقول لك أنه الشخص حب يجي عندي، حبوا يجوا يقتلوني. هنا تلاحظ أنه الشخص يبدأ يولي عصبي جدا، واللي عنده هذوك الهلاوس السمعية وهلاوس بصرية. وهو ما تعاني منه خالتي مليكة من أعراض منذ سنوات. شكون هذه بصح قلتي لي؟ شكون هذه؟ أختي. هذه أختك. وهي اللي عطاتك تاكل، هي تهلا فيك. إيه. تشري لي وتجيب لي الحاج. تحبيها؟ واسمها أختك هذه؟ هذه الحاجة اللي بفي تروح لي. تيكي واش تحسي روحك كي تقول لك انت يا اختي ماشي ما تعرفكش؟ يعني انت اللي كيوقفه معاها ماشي سهله، ما تقدريش ما باسكو انا واش راني ندير لك؟ شغل انا كي كنت بيبي دوكا هي سيتان بيبي، ما تدخليهاش لي لا سانيتير، ما سي با، ما تتبهيش انت ليها باللي علي بخوبر، ما تتبهي كيما موالفه ما تميليش.
Je peux pas la laisser ou trop dans ma chambre. Comme tu te trouves, mais ne te trouves pas. بيبان الجنة مازالوا محلولي طاقوما محيين بعد خلاص مثل هذه المأساة تعيشها أزيد من 200,000 أسرة جزائرية، وهذا حسب آخر دراسة أجريت سنة 2019. لكن عدد مرضى الزهايمر بالجزائر تضاعف خلال السنوات الأخيرة، وهذا ما أكده أطباء الأعصاب بوحدة علاج مرضى الزهايمر بمستشفى فرانس فانون بالبليدة، والتي وحدها تسجل حوالي 25 حالة جديدة شهرياً. ماشي كل تروبل منيزيك هو مرضي دالزهايمر، يقدر يكون واحد ينسى خاطرش عنده مرض واحد اخر، صدير عنده مرض في الغده ليبوتيرويدي يولي ينسى، مي ما عندوش علاقه مع الزهايمر. لي مالاد اللي عندهم الداء السكري، الضغط الدموي المرتفع الغير متوازن، الكوليسترول، سي دي مالاد ا بارتير دو 65 عام ماذا بهم يجوا يديروا او موا ان تيست ميموار باش يعسوا روحهم. وماذا عن علاجه؟ هو ما كاش علاج، سيتادير كيا با دو تريتمون كوراتيف، ولكن كاين دي تريتمون سيمبتوماتيك. الا عنده باغ اكزومبل استرابات في السلوكات، نعطولو يا دي تريتمون اللي ينقصوا هادو الاسترابات في الذاكره، يا دي تريتمون سيمبتوماتيك اللي يحسنوا الذاكره ويعطلوا تطور المرض، ولكن ما كاش تريتمون كوراتيف. شفنا باللي ولات تنسى، ولات تهضر وتعاود، تهضر الهضره وتعاودها، تعاود لي الحكايه تعاودها لي، لو كان نقعد معاها طول لا جورني تعاودها لي ملايين فوا. ولادك شحال عندك دراري زوهم؟ Tu veux parler des garçons? Des garçons et des filles. En tout. السيدة زهرة دحي البالغة من العمر 60 عاما تعاني منذ سنتين من مرض الزهايمر الذي أخذ منها الكثير من الذكريات وزج بها في عالم مظلم، حتى أصبحت تجد صعوبة في التعرف على أفراد عائلتها. عندي ليني سي سوفيان، لو دوزيام سي رضا، داكور، لو تروازيام سي قصة عائلة دحي مع هذا المرض يعاني منها الآلاف من الأسر الجزائرية، لكن تختلف المعاناة من فرد إلى آخر ومن عائلة إلى أخرى. السيدة عبدلي دليلة فقدت طعم الحياة منذ مرض والدتها قبل 6 سنوات، تركت عملها لتتفرغ لرعاية والدتها، وأصبحت اليوم هي الأم بكل ما للكلمة من معنى. Quand le diagnostic a été posé, ça pour moi c'était la fin du monde. خلاص يما هذيك العرسة تاع الدار هي اللي تلمنا، هي اللي طيب لنا، هي خلاص الشغل راحت. انا ثاني وليت جي ديبريمي. يما سي موا maintenant qui devrait la protéger, qui devrait la être sa maman. هذه هي ودايوغ بالعقل بالعقل ولات تعيط لي يما. يما على بالك اللي غير اللي راحت له ماتت له يما، ولا راح عقل تاع يما باش يقدر يفهمني. أحد ما يقدر عمو مندوني نركب، ما تقبلتش، ما قدرتش نتقبل المرض تاعهم. وفي ظل غياب الدعم الاجتماعي والنفسي للمريض، فكرت السيدة عبدلي في تأسيس جمعية وطنية ما تنسانيش لمساعدة أسر المرضى في كيفية التكفل الشخصي بمرضهم. نديرو دي فورماسيون، نحكمو الناس، نقولو لهم عندك باباك عندك يماك مريضه الزهايمر، فوالا وشنو هو المرض، ها هو شيلك كيفاش يليق تتعامل مع المرض من المراحل من الاول حتى الاخر. وعندنا لا شانس استاجك، عندنا دي نيورولوج وعندنا دي جيرياتر معاوننا. جمعية ونسي هي الأخرى تنشط منذ سنتين بهدف التعرف بمرض الزهايمر والتحسيس الرأي العام بخطورته. هنا بهذا المقر المتواضع تمارس الجمعية نشاطها لمساعدة المرضى وعائلتهم، وذلك عن طريق تقديم توجيهات في كيفية التعامل مع المرضى. عندنا زيارات ميدانية للعائلات، لأن هناك بعض العائلات تخفي مرضى
مازال للان ما يقولوا يقولوا لك هذاك خراف ولازم يعزلوه في البيت يغلقوا عليه. دونك حنايا الهدف من هذه الحملات التحسيسيه والتوعويه هو التعريف على هذا المرض. الجمعية تهدف أيضاً إلى تكوين مساعدين اجتماعيين في مجال المرافقة لأنهم الحلقة المفصلية عند بعض العائلات لرعاية والتكفل بمرضهم. تعلمت بلي نقدروا نعاونوا المرض الزهايمر، نقدروا نعاونوا، نقدروا نكونوا قرب ليه، نقدروا نفهموه. كاين خطات وين يضربك المرض الزهايمر، مين انت تم تبدلي له هذيك ليماج ايه وتعاودي تروحي له افيك اون دوسور اي فات دوني كونفيونس. رفقنا هذه الجمعية وبعض المساعدين الاجتماعيين الذين تكونوا في هذا المجال في زيارة ميدانية لعائلة تقطن ولاية تيزي وزو ولديها مريض بالزهايمر، وهي امرأة في الثمانين من عمرها. تشاء الأقدار أن تفارقنا قبل بث هذا الروبورتاج. هذه الفئة هادية كما قلت لك لازم لها لا باسيونس، لازم لها تقعد دي زور وانت واقفة، دي زور وانت تقعد زو سوايع باش توكلي لها برك وتهضري معها في وجهها هدايا فاسها فاس، وما لازمش يكونوا ثلاثة عباد ولا أربعة يهضروا معها أو ميم طون ولا يبوزيو لها دي كيستيون أو ميم طون، مش لازم اون سول بيغسون. كي تنوض الصباح تقعد في الكرسي حتى العشية، أبري ترقد أبري تنوض تقعد في الكرسي حتى العشية. شغل يماك عيات تشوف يماك وداك ايه يوم لازم لازمهم مساعدة ولازم مام دي موين بور تقدر تريكيبيرا شغل وموا ما تقعدش وحدها. وأمام غياب المرافقة الطبية اللازمة للمرضى وانعدام مرافق الرعاية، يبقى الخيار الوحيد للعائلات هو حتمية التكفل الشخصي بمرضهم. اللي عنده والدي كما هادو لازم لهم واحد ولا لازم لهم يلو كامل يخدموا كامل يديروا الدالة، ما كاش كيفاش يخلوهم، باسكو باش تقولي لي خلص ونجيب امراه شامي ما كاش كيفا. انا ما نقدش نمد يما لكش برا. ما نقدرش، ما هي ما تحش كيما كيما انا دوك انتي انتي اللي ما رفدتيش يماك وباباك سنسيق اكوا ما بالدرهم نو نو ماشي دراهم. نقدر بناتي فياتي نقدر دوكا نجيب واحدة نعطيها 4 ملايين مش بو. أنا واش ندير؟ أنا مع ربي واش ندير؟ نو. الزهايمر هو مرض إذن لا يحتاج إلا إلى الحب والحنان والدفء العائلي والاعتراف بحسن الصنيع لأعز الناس، خاصة الوالدين اللذين وهبوا لنا الحياة بلا مقابل. شهر للصوم والعبادة والتقرب إلى الله، إنه رمضان، وإلى جانب هذا فهو فرصة ثمينة للتخلص من عادات وسلوكات سيئة تخص صحة الإنسان واكتساب أخرى تخدمه نفسيا وجسديا، تقول نادية سلطاني في هذا الموضوع. الجسم تاعي يرتاح، موران مو مليح، فيه فايدة كبيرة، يعني تريح المعدة تاعك، تريح الدنيا كل اخرج علي انا يعني نريح سوسوا. يضبط وينظم حياة الفرد. شهر رمضان حسب الأطباء فرصة للصائمين من أجل تنقية الجسم من السموم عن طريق التخلص من العادات السيئة التي تعود عليها في الأيام العادية. الصوم يعطي راحة للجسم
لان الجسم مده براتيكمون 11 شهر وانت يعني تاكل 3 روبا بار جور كي تولي تصوم وتاكل دي روبا يعني متقطعين حتى تعطي الفوائد للجسم تاعك يمد راحه للجهاز الهضمي تاعنا يمد راحه للليران تاعنا يمد راحه بزاف الاعضاء في الجسم تاعنا دونك يخلينا نحيو كاع دوك لي توكسين هذوك الحاجه اللي ماشي مليحه كاع تخرج في رمضان كاين نظام تاكلي ترتاحي فوالا ماشي كيما الفطار مليح هاو مليح رمضان عليه مليح كاع للصحه مليح كلش كي نصوم خير نولي بصحتي لاباس علي انا اللي يخرج عليا الصيام خلينا نفطر تريح المعده تاعك تريح الدنيا كل الصيام زين زين كلش كلش زين المعده للصحه لكل حاجه اتباع الجسم لرزنامة معينة في الأكل والشرب هو الطريق الصحيح من أجل صيام صحي بلا متاعب خاصة للمرضى الذين يسمح لهم بالصيام أمراض اللي مليح ليهم الصيام لو ديابيتيك تيب 2 ا كونديسيون كون بيان اكيليبري يعني اللي يشرب الكاشيات واللي بيان اكيليبري يقدر يصوم ما فيش اشكال لي بيرسون اوبيز مليح ليهم الصيام ا كونديسيون توجور يا دي كونديسيون الفطور يكون صحي نحس روحي مليحه في رمضان رغم اني كما نقولوا ديابيتيك بصح نحس روحي مليحه في رمضان روعه الحمد لله نصوم وما شاء الله وما ياثرش عليا وما ياثرش على الضغط السكر تاعي والحمد لله يعني انا كي نصوم خير انا يا جي ديابيتيك وانا في رمضان نصح روحي بيان انا كل في الوقت والوقت للوقت ما دوا تاعي في الوقت صوموا تصحوا لكن يستثنى المرضى الذين يتعذر عليهم الصيام لأسباب صحية ما نصومش أنا يا بيبي قال لي ما تصوميش حتى شندير نشرب الدواء تاع السكر بزاف تاع لاتونسيون ندير لانسولين ثلاث خطرات ونشرب الكاشي تاع لاتونسيون ثلاث خطرات وما نقدرش ما نقدرش كي كنت مليح نصوم دركا ما نصومش افيك ليبرتونسيون اي لو ديابيت المفتي في هذا المجال ليس هو الامام انما هو الطبيب الذي يحدد للمريض إن كان صيامه يتماشى مع مرضه ويستطيع أن يصوم أو أنه لا يستطيع أن يصوم عنده مرض مزمن وعنده بزاف الميديكامو يشربهم ما يقدرش يدير ما يقدرش يصوم باسكو اللي عنده مادي كارديو فاسكولير اللي عنده بروبليم ديسيجنس رينال اي تو هذا يبي با فير لو رمضان باسكو الى بوكو دو بريز ميديكامونتوز عنده بزاف دواء لازم يشربهم اي بي با لي رامبلاسي لو سوار سي سا البروبليم اتباع النصائح يجنب الذين يتعذر عليهم الصيام تعقيدات صحيه خطيره تنوع موائد رمضان لا يعني أن يفرط الصائم في تناول الطعام بطريقة عشوائية فإعادة ترتيب بيت المعدة له قواعد وسلوكات يجب أن تحترم لو كان نشوفوا في التغذية تاعنا نشوفوا باللي كاين بزاف عادات داخلة في خاصة الآونة الأخيرة هذه كيما المشروبات الغازية كيما الجانب تاع القليان بزاف والدسوم بزاف لازم تكون الألياف غنية في التغذية تاعنا خاصة في الفطور في الفطور مثلا كيما الخضر والخضروات بكميات كبيرة وبكميات معقولة إن صح التعبير نبداو بحب بمش الحساء هذاك يكون عبارة عن حساء تاع خضروات تانيت يكون قليل في الدسم مع الشربة هذيك ولا الحساء هذاك من الأحسن يكون الخبز دو بريفيرونس يكون فيه الألياف ما يكونش خبز بالفارينة هذيك البيضاء باسكو ما فيهاش كامل الألياف وهذيك قادرة دير لنا أمراض كاين اللي يشربوا بايزون المشروبات الغازية بكميات كبيرة بالبزاف كاين اللي ما ياخذش كامل الخضروات هذيك ولا ما يخزرش كامل في هذيك السلطة ولا ما ياكلهاش كامل كاين ثاني واش يكثر في رمضان يكثر السكريات الحلويات اللي معروفة كيما الزلابية القلب اللوز هذه ما راهيش كامل داخلة في مقولة صوموا تصحوا
هذا بالإضافة إلى نصائح أخرى. إلى لزم الأمر يأكل إنسان حاجة معقولة، بايزون فواكه، ياخد دو طون زون طون منين داك، يقدر ياخد زلابية ولا قلبلوس بصح بكميات محدودة. السحور يعطينا الطاقة للجسم تاعنا ويخلينا نشدو قدوة من داك ويكون الصيام تاعنا صحي. ما نحس السحور مثلا بايزومبل حنا نركزو على النشويات، بايزومبل كيما الخبز كيما البطاطا كيما كل واحد على حسب المقدور تاعو، بصح هاد النشويات هادو الحاجة اللي لازم تكون فيها سيكو لازم تكون فيها الياف. أبحاث ودراسات في الدول الغربية تؤكد على الفوائد الصحية للصوم كإنقاص الوزن والتخلص من أمراض أخرى. ديننا سابق إلى بيان ما يصلح للإنسان في دينه وفي دنياه على حد سواء، فالصيام هو صحة كله ويحقق الفوائد الدنيوية والأخروية للإنسان. صيام متقطع باش يساعد الجسم انه يحرق هذوك الكربوهيدرات ويحرق الدهون الزائده، دونك ينحي كاع هذيك الحاجه اللي ماشي مليحه في الجسم تاعنا. دونك من كاين بلدان غير مسلمين راهم يطبقوا في هذا الصيام المتقطع باش يديروا دي بروغرام دو ريجيم. صيام مليح يعني كي تصيم بزاف فوائد فيه، من الواحد سيرتو دركا الماكله تاع دركا كيميائيه بزاف ومنا وديك ديما كينقص الواحد كيعود واحد صايم هذوك المواد الكيميائيه ديما تجبد عليه ومنا ويعود مليح اليس، وكي يعمر كرشو الواحد بالماكله راح تتقال عليه. ديما في الصيام يحس الروح الواحد مليح، فيه فايده كبيره. تغيير النمط الغذائي الى الافضل هو المفتاح لاستفادة الجسم بشكل صحي من الصوم. ترتبط الجزائر العاصمة المحروسة بوليها الصالح القطبي العارف بالله سيدي عبد الرحمن التعالبي، وإلى اليوم تستمر قبته الزاهية في احتضان القصاد والمريدين. عالم جليل ومسار حافل بعلوم الشريعة والزهد وتقوى الله، تقول أمين بقرو في هذا الموضوع. إلى مثل هذا المكان تهفو النفوس وتشد القلوب فتطمئن بذكر الله تعالى. على قلب رجل واحد تصدح الحناجر ترتيلا لكتاب الله بزاوية عبد الرحمن الثعالبي بمدينة يسر ولاية بومرداز. الزاوية مزار للذاكرين من حفظة كتاب الله الكريم، ومنارة لأصول الفقه والسيرة وعلوم إسلامية أخرى وحتى علمية. زوج سيدي عبد الرحمن الثعالبي أسست 28 فيفري سنة 2000، وبعد ذلك وفقنا الله تبارك وتعالى أن بنينا هذه البناية التي تتربع على 570 متر مربع. إدغام هذه الميمة ما تشكلش. ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، إيقاف محذوف، فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم. صحيح، شكرا. يتلقى أكثر من 300 طالب من حفظة القرآن الكريم دروسا مكثفة في أصول الشرع والسنة والتجويد وغيرها، كما يحظى الطلبة بالتكفل التام إلى حين التخرج. زوجة عبد الرحمن الثعالبي هي امتداد لأصلها. قلنا سيدي عبد الرحمن الثعالبي زاويته كانت تستخدم من كل الدول. أيضا زوجة عبد الرحمن الثعالبي بقيت إلى اليوم تستقبل الطلبة حتى من الخارج. يوصيكم الله في أولادكم. الذاكري مثل حظ الأنثيين، للذاكري مثل حظ الأنثيين. تفضل. في كل عام تهيئ حفظ القرآن الكريم لصلاة التراويح
هي أم الناس في المساجد، سواء على مستوى الولايات بومرداس أو على مستوى ولايات أخرى. أعددنا أيضا مجموعة من الطلبة المتسابقين للمسابقة التي تجرى في شهر رمضان، ونغتنم الفرصة لإطعام عابر السبيل وحتى العائلة المعوزة. أدرس سنة الثالثة أصول الفقه بجامعة البويرة كلية العلوم الإسلامية الإنسانية والاجتماعية. جئت لهذه الزاوية لكي أدرس القرآن الكريم. هدف تاعي حفظ كتاب الله إن شاء الله والعمل به في الحياة. أخذت الزاوية على عاتقها مسؤولية تربية الناشئة من خلال استحداث أقسام ما قبل التمدرس. هي مدرسة قرآنية تابعة لزاوية عبد الرحمن الثعالبي، نفس البرنامج اللي يطبقوه في المدارس، بالإضافة إلى تحفيظ سور قرآنية. عدنا من سورة الفاتحة إلى سورة البينة. سيدي عبد الرحمن الثعالبي مسقط رأسه في هذه الناحية، يعني من هنا إلى حتى ولاية البويرة. يعني هنا في السر. نعم في السر. ثم وصل دراسته ببجاية، ثم وصل دراسته بتونس، ثم وصل دراسته بالأزهر الشريف، ثم انتقل إلى مكة المكرمة، ثم عاد إلى تركيا ووقفت عليه الزاوية حسب ما يذكر الشيخ عبد الرحمن الجيلي أنها ما زالت إلى اليوم، ثم عاد إلى تونس عالماً. وقال علماء تونس قالوا لقد عاد إلينا الشيخ عبد الرحمن الثعالبي عالما وآية في علم الحديث واللغة والفقه، وهو يقول عن نفسه كنت إذا تكلمت سكت العلماء اعترافا وإنصافا. وعاد إلى الجزائر وأسس زاويته بالقصبة. كان يتجول الشيخ عبد الرحمن الثعالبي في القصبة وسمع طفلا يقرأ قول الله عز وجل بلدة طيبة ورب غفور، قال هذا فعل خير وحط رحاله وأسس زاويته. أخذنا الفضول والشغف للتعرف وعن قرب على مسيرة هذا العالم القطب عبد الرحمن الثعالبي، لنشد الرحال إلى مدينة الجزائر أو المحروسة كما يحلو لنا ولشيخ المحروسة تسميتها. في وسط الجزائر وردة مرشوقة، يا مزينها بلاد، بلاد سيدي عبد الرحمن، مفراقك راهو عقلو ديما حيران، يا جزائر يا جزائر يا أميرة البلدان. الذكرى 551 سنة من وفاة العلامة الجليل سيدي عبد الرحمن الثعالبي بن مخلوف الجعفري الصنهاجي القطب الرباني لي مدينة الجزائر. ولد في 1384 على كل حال، وتوفى في يوم الجمعة 23 شهر رمضان في 1471، وعمره 87 سنة. ودفن أين يوجد الضريح. قبل ما يكون ضريح كانت فيه خلوة، بعد ذلك أصبحت بزاوية، بعد ذلك أصبحت يعني مسجد. تفرغ للتعليم والتدريس والتأليف، ومن أشهر مؤلفاته الجواهر الحسان في شرح آيات القرآن، وكذلك الإبريز في شرح وتفسير وإعراب بعض آي الكتاب العزيز، وله كتب في التوحيد، وله كتب كذلك في التزكية. كان لعبد الرحمن الثعالبي أثر بالغ في مجتمعه، فمن رجل علم ودين إلى سفير لمدينته وبلاده من خلال أفكاره التي امتد صداها إلى خارج الجزائر. فكان ناشراً للوعي ومحارباً للجهل والأعداء. عبد الرحمن الثعالبي كان مقاوماً للجيوش المسيحية التي كانت تهجم على ميناء الجزائر، ورد عدة، وكان يعني يجند الشباب والطلبة والمقاومين لمقاومة المحتل الإسباني الذي كان يهجم على وما قبله على سواحل الجزائر العاصمة لاغين فيكتوريا اللي هي جدة لاغين إليزابيث.
في 1900 جات بالكاليش وزارته جابت ان لوستر اللي موجود الى يومنا هذا فوق ضريح سيدي عبد الرحمن. زيارة الأضرحة والتبرك بأولياء الله الصالحين ظاهرة منتشرة منذ قرون خلت، ولأهل العلم والتخصص رأي في ذلك. كما يعتقد المتصوفة هي طاهرة، إذا التبرك في ذلك المكان في مكان طاهر معناه طلب الاستجابة. الجانب الاجتماعي هو أن مكان التقاء أثناء المناسبات الدينية، الذكر الجماعي هناك ذكر جماعي، قراءة القرآن، بمعنى أن هذه أمور مشروعة، كذلك هي إضاءة الشموع أو وضع الشموع إلى آخره، يعني هي في الحقيقة عادة تؤكد على كلمة على النور. جاء الشرع الإسلامي بالتحذير منها لأنها ذريعة إلى الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى. حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ القبور مساجد، بمعنى تعظم كتعظيم المساجد، بل إن الإنسان المسلم من له الحق أن يزور القبر، ولكن الزيارة المشروعة. رغم مرور قرون على وفاة العالم الجليل الرجل الفذ عبد الرحمن الثعالبي، غير أن مآثره وسيرته العاطرة باقية بقاء العقيدة الوطنية التي تمسك بها، وأصول الدين والعلم التي كرس حياته من أجل تلقينها لأجيال ليكون خير خلف لخير سلف. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامجكم من واقعنا، شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة. يمكنكم إعادة مشاهدة البرنامج عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالتلفزيون الجزائري. رمضان كريم، كل عام وأنتم بألف خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.